عيالي كله اصارخ اصارخ، ما يجون بالهدوء، لازم اصارخ. انت عودتيهم شيء، سبحان الله، يمكن نبره صوتك عاليه من البدايه، واحتمالهم يعني شوي ها عندهم حركه زايده، عادي طبيعي اطفال. فهم من البدايه تعلموا من منو؟ منك، من الناس، البيئه اللي من حولهم. اذا بيئه كلها صراخ، هم بعد بيكونون شيء، لان الطفل مرآه ابيه والذاكره عندهم فوتوغرافيك، تصوير كوبي بيست يعني، عرفتي؟ فانت هدي، هم بيهدئون. انت شوفي غضب، في شيء ضايقنك، في شيء، لازم ننظر بانفسنا. انت تنظرين بنفسك بالذكاء العاطفي وتشوفين الشيء اللي عندك انت منعكس عليهم. الطفل يحس ويشعر ويمشي على حسب ما انت تربينه وتعودينه. بالنسبه لك انت، الانسان هذا، الطفل هذا، كائن انت تشكلينه، ما يتشكل بروحه، انت تشكلينه. فانا اتشرف اشوفك ونعرف شو موضوع الدنيا عندك، يعني شو اللي مضايقنك، شو اللي مخلينك عصبيه، شو اللي مخلين صوتك عالي. هل هي يعني تربيتك انت مثلا جايه مثلا صوتك عالي اصلا، سبحان الله، وظهر اكثر في تربيتك لعيالك؟ هاي كلها اسئله لابد ان نسالها. حياك.